التقنيات المستخدمة حالياً في السعودية متطورة جداً. هناك تقنيات تشخيصية وهناك تقنيات علاجية. التقنيات التشخيصية تشمل التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير بالطب النووي، أيضاً إجراء الاختبارات النفسية واختبارات وظائف الدماغ العليا. والتقنيات الجراحية لمحاولة تحديد البؤرة الصرعية، مكانها بالضبط في الحالات المستعصية، إما بزراعة الشرائح أو بزراعة الأقطاب العميقة. الأقطاب العميقة تستخدم لبعض المرضى ممن تفشل المحاولات لتحديد البؤرة الصرعية. فإذا كان الاشتباه من البؤرة الصرعية في داخل الدماغ عميقة، يتم اللجوء إلى الأقطاب العميقة. الميزة فيها أن الجراحات بسيطة، الاستخدام لازال محدود لكن يتنامى، متوفرة في المدن الكبرى والمستشفيات التخصصية. التوسع الكبير في مراكز علاج الصرع ووحدة مراقبة الصرع، في السابق كانت متوفرة في مستشفى، الآن أصبحت متوفرة تقريبا في كل منطقة يوجد مستشفى لديه القدرة على إجراء على الأقل الإجراءات الأولية لجراحة الصرع.